السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اختفت باتي فون يوم الاربعاء 25 من ديسمبر عام 1996. عندما يختفي الشخص من دون اي اثر، غالبا ما تكون المعلومات الأكثر أهمية مخفية في أعماله وكلماته خلال الأيام التي تسبق اختفاءه. قد يحمل آخر مكان معروف لباتي فون الأدلة على ما حدث لها. عندما يتم العثور على حافلة صغيرة مهجورة على جانب الطريق تعود لأم مخلصة، يستتبع الأمر شعور بالذعر. كانت قد اختفت لأكثر من 24 ساعة. ظللت أفكر أنني سأبحث في واحدة من قنوات تصريف المياه تلك وأن باتي ستكون هناك. سرعان ما يجد المحققون أدلة على حصول جريمة. تم العثور على دم في الحافلة. ثم تكشف نظرة إلى ماضي باتي عن مثلث حب معقد. حصل بينهما شجار كبير، ثم غضبت فركبت في حافلتها وغادرت. هل يمكن أن تكون أدت مشاكل في العلاقة إلى القتل؟ لا أعتقد أن أي شخص آخر لديه الدافع أو الفرصة. لا يمكننا التركيز على شخص واحد فقط، سنقوم بحل هذه القضية. إنها ليلة يوم الميلاد عام 96 بالقرب من سان أنطونيو تكساس، حيث شوارع المدينة الاحتفالية متوهجة بابتهاج العطلة. في مكان الصلاة في لافيرنيا، باتي فون 32 عاما وأم لثلاثة أطفال تغني في احتفال حميم. بدأت باتي بالغناء ربما قبل أن تبدأ بالتكلم. كان لديها صوت عذب ومهدئ جدا مثل طائر يغرد. استمتعت بالأمر حقاً، كانوا ينتجون موسيقى رائعة معاً. كانت باتي فخورة جداً بمجموعتها الموسيقية، فالغناء مع الفرقة يمنحها السلام في الحياة. كان لدار العبادة مكانة كبيرة في حياتها بنفس أهمية علاقتها مع أطفالها. في حين كانت باتي تتلو التراتيل، كان زوجها جيري راي فون وأطفالهم الصغار الثلاثة يتابعون من على المقاعد. ومع أن الزواج كان متوتراً مؤخراً، إلا أنهما التزما بالحفاظ على علاقة ودية بينهما. لم تكن باتي تشكو. إذا نظرتم إلى عائلتها تجدون السكر والعسل، كل شيء جيد. لكن مع انتهاء الخدمة، كانت باتي وجي آر المنفصلان منذ أكثر من شهرين يفترقان. تتوجه باتي وأطفالها إلى منزل عمتها، حيث يلتقون بحب باتي القديم وهو رجل يدعى جيري، في حين يعود جي آر إلى شقته في سان أنطونيو. كان سيكون يوم ميلاد رائعا لأننا كنا سنحظى بباتي وجيري والأطفال. عرفت علاقة باتي وجيري تاريخا طويلا ومعقدا. كانت باتي تبلغ من العمر 18 عاما في عام 82 عندما التقت بجيري. وقعت في حب الشاب الآتي من تكساس بعد الانتقال إلى سان أنطونيو مع عائلتها. كانا يتبادلان حباً جامحاً في ذلك الوقت. كانت علاقتهما جدية، وحسب اعتقادي لو كانت الظروف مختلفة أعتقد أنهما ربما كانا ليبقيا معاً. ولكن بعد بضعة أشهر على خروجهما معاً، جاءت إليه صديقته السابقة وأخبرته بأنها حامل بطفله. وانطلاقاً من الشعور بالالتزام، قطع علاقته بباتي وتدمرت باتي، تدمرت تماماً. بعد الجرح المعنوي العميق الذي تعرضت له إثر الانفصال، أبقت باتي نفسها مشغولة. عملت كنادلة أثناء حضورها الدروس في كلية المجتمع. كانت تعمل في مطعم هامبرجر صغير. عندما جاء جي آر إلى المطعم، كان أكبر سناً من باتي، ثم عرفا بعضهما البعض لبضع سنوات، ثم تزوجا. تزوجت باتي بجي آر فون في 18 من مايو عام 85. لمدة 11 عاماً ونصف العام عمل الزوجان على صنع حياتهما معاً. كان لديهما تجارة عائلية في مجال المقاولات وثلاثة أطفال. لكن بحلول خريف عام 96 أدركت أنها غير سعيدة.
كانت ممزقة في الداخل وكان كل شيء ينهار، ولكن أخي وصفها بأنها بطة برجل واحدة سلسة ورشيقة ولكنها تجدف بجنون. في يوم عطلة كولومبوس في نهاية الأسبوع عام 96، قررت جي آر وباتي أن الوقت قد حان لينفصلا ويقيما زواجهما. في نهاية أكتوبر انتقلت جي آر من منزل الأسرة في لافيرنيا إلى شقة في سان أنطونيو. بقيت في منزل العائلة، كان قراراً متبادلاً بين باتي وجي آر كما أعتقد حينها، وذلك من أجل الأطفال. وأتذكر عندما علمنا أنهما انفصلا كانت كمن أزيح وزن العالم عن كتفيها، وكانت تبدو سعيدة. بعد أسابيع فقط من الانفصال أقرت باتي لقريبتها كاثي بأنها كانت تتواصل مجدداً مع الرجل الذي كان قد استولى على قلبها منذ سنوات عديدة. أخبرتني بأن جيري تطلق وأنها كانت متحمسة لأنه ما عاد يتحدثان. أعتقد أنه كان مجرد جزء من تذكرها لمن كانت فعلاً، تذكر كل الأشياء الجيدة عن نفسها. عندما وصلت باتي، جيري وأطفالهما إلى بيت العمة جين ليلة يوم الميلاد، كان الاحتفال قد بدأ بالفعل. قلقت باتي لكيفية استقبال الرجل الجديد في حياتها. شعرت باتي بالذنب لأنها كانت لازالت متزوجة من جي آر، وهذا الجزء منها، ضميرها الحي، تلك المسألة الأخلاقية كانت دائماً هناك معها. هل أقوم بالصواب؟ هل سأدعى بالأم السيئة؟ إلا أن عائلتها ترحب بهما بحرارة. باختصار، لطالما كنا نقول لها أنت شخص جيد، أنت تعرفين ما هو الصائب لحياتك، اتبعي قلبك. إلى حين يوم الميلاد كان كل شيء مثاليا. تنتهي الحفلة حوالي منتصف الليل. تتمنى الأسرة لبعضها بعضا يوم ميلاد سعيدا ويودعون بعضهم بعض. أعطتني باتي عناقا معتادا كبيرا وقالت حسنا سوف أتحدث إليك غدا، أعني لم تكن مختلفة. لكن من دون علم الجميع سيكون هذا آخر يوم ميلاد سيشاركونه معا. التالي، جدال متفجر في يوم الميلاد سيمزق أواصر الأسرة. غضبت وركبت حافلتها ثم رحلت. بعد زواج دام 11 عاماً، قررت باتي وزوجها جي آر أن ينفصلا. على الرغم من الصراع حول قرارها بالانفصال، كانت باتي تلتقي بصديقها القديم. في يوم الميلاد عام 96، شاركت باتي في العلن علاقتها المتأججة من جديد مع أهلها. سارت الأمور بشكل جيد. في نهاية الليل، تبادلت الأسرة العناق وتمنوا لبعضهم بعضاً يوم ميلاد سعيداً. نحن حقاً لم نقم بأي مخططات ليوم الميلاد لأننا كنا نعرف أن خططها كانت باستضافة جي آر. إنه صباح يوم الميلاد وزوج باتي جي آر يصل إلى منزل العائلة حوالي الساعة 8. برغم الصعوبات التي واجهتهما مؤخراً، اتفقت جي آر وباتي على أنه من الأفضل قضاء يوم الميلاد معاً كأسرة من أجل أطفالهما. كان مقرراً أن يصل في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، أن يمثل دور رجل العيد مع الأطفال، ثم يتناولون العشاء مع عائلة فون في منزلهم. إذا سارت الأمور بشكل جيد، كانت باتي وصديقها جاري سيقضيان بعض الوقت معاً ليلة يوم الميلاد بعد أن تغادر عائلة فون عائدين إلى ديارهم. كانت عمتها سترعى الأطفال. خططت في وقت لاحق أن تذهب لمشاهدة فيلم، ومن المفترض أن نجالس الأطفال. لكن يوم الميلاد يتحول إلى ليل، وباتي لم تظهر أبداً لكي توصل الأطفال كما كان مخططاً، ولا تتصل لإلغاء الموعد. لم أكن مندهشة أنني لم أسمع منها خبراً، وفكرت أن أقرباء زوجها قدموا وأنهم كانوا يلعبون مع الأطفال ويتناولون وجبة عشاء لذيذة. لم نشعر بالذعر كثيراً حتى تلقت ابنتي مكالمة هاتفية في اليوم التالي. بعد
بعد يوم من ليلة الميلاد، كاثي ابنة عمة باتي وأمها تتواجدان في المنزل عندما يرن الهاتف. إنها مكالمة من شأنها أن تغير حياة أسرتهم إلى الأبد. اتصل بي جي آر مساء يوم 26 عندما أجبت على الهاتف، سألني على الفور عن الساعة، وإذا كنت قد رأيت باتي. يخبرها جي آر أن أحداً لم يسمع خبراً من باتي ليوم كامل. قال أنها كانت قد ذهبت منذ اليوم السابق، وأن شجاراً كبيراً حصل بينهما، وأنهما تشاجرا مراراً طوال يوم الميلاد، وأنها غضبت وركبت في حافلتها وغادرت. كانت قد ذهبت لأكثر من 24 ساعة، وكنا نكتشف الأمر الآن. اعتقدت جي آر أن باتي كانت مع جيري، لذا لم يكن قلقاً. ولكن يفجر بعد ذلك جي آر أخباراً محيرة لكاثي. يقول إنه تم العثور على حافلة باتي الصغيرة مهجورة في وقت سابق من ذلك اليوم على بعد 27 كيلومتراً من منزلهم. ترك كرفان الدوج الأزرق الرمادي على جانب الطريق مع إطار مفقود. كان مدير باتي يتجه إلى العمل بعد الغداء عندما لاحظ الحافلة الصغيرة مركونة بإهمال على هامش الطريق. أدرك أن السيارة تعود لباتي، فتوقع أن يجدها في المكتب على بعد 3 كيلومترات فقط على الطريق الريفي، لكن باتي لم تكن هناك. لم يكن أحد قد رآها. واحد من مدرائها اتصل بجي آر وقال: مرحبا، حافلة باتي مركونة إلى جانب الطريق مع إطار مثقوب، وباتي لم تأتي إلى العمل. وقد أعربوا عن قلقهم لأن ذلك لم يكن من عادتها أن لا تأتي وأن لا تتصل. لقد أعلم زوج باتي جيري، والذي كان على استعداد لمقابلته في منتصف الطريق، لإعطائه مجموعة من المفاتيح للحافلة. قال زوج باتي لمديرها عبر الهاتف إنه لم يكن لديه الوقت للذهاب إلى حيث تم العثور على الحافلة الصغيرة، فقد كان ذاهبا لتقديم طلب الطلاق. خطته كانت تقضي بصدم باتي لحثها على التخلي عن علاقتها مع جيري من خلال تقديم أوراق الطلاق لها. في طريقه لبدء الإجراءات، التقت جي آر مع مدير باتي لتسليمه المفاتيح لكي يصبح من الممكن نقل الحافلة. كان مديرها قد غير الإطار المثقوب، أخذه إلى المحل، وتبين لاحقاً أنه لم يعرف أحد أين كانت باتي. في وقت لاحقاً من ذلك اليوم، عندما تواصلت ابنة عمة باتي كاثي على الهاتف مع جي آر، تشارك أخبار رحيل باتي المحيرة مع أمها. على الفور تقلقان للغاية، وتبدأان في إجراء مكالمات هاتفية محمومة لتعقب جاري، الرجل الذي كانت تلتقيه باتي. لم يكن قد رأى باتي منذ ليلة يوم الميلاد في منزلنا، كان في حالة صدمة، وجاء على الفور إلى منزلنا لتقديم المساعدة بأي شكل من الأشكال الممكنة. سواء كان جاري صادقاً أم لا، فهي لا تزال مفقودة. شيء ما كان خاطئاً، باتي كانت مفقودة. اتصلت كاثي بمكتب عمدة مقاطعة بيكسار لتقدم تقريراً عن الأشخاص المفقودين. تخشى الأسرة أن تكون باتي قد اختطفت بعد أن طلبت مساعدة من الشخص الخطأ على جانب الطريق، ولأنها لم تفقد بعد لمدة 72 ساعة، فلن تفعل الشرطة شيئاً. لم تعد مفقودة لفترة طويلة لكونها فوق سن 18. بعد عدة مكالمات، وافقت الشرطة على أخذ بلاغ عن أشخاص المفقودين عبر الهاتف. ثم وبعد الشعور بالعجز، تتجه كاثي برفقة صديق في ظلام الليل إلى المكان على جانب الطريق حيث تركت حافلة باتي مع إطار مثقوب. كانت باتي لتقاوم بشراسة لو أمسك بها شخص ما، لذلك لابد أن يكون هناك كم قميص أو نعال أو شيء في مكان ما. وهكذا صرنا حاملين مصباحاً للبحث. ظللت أفكر أنني سأنظر في واحدة من مجاري الصرف الصحي وأنها ستكون هناك، ربما معرضة للضرب أو الاغتصاب. تعتقد أن ذلك لا يحدث لعائلتك. التالي: البحث عن باتي يغير مساره بعد اكتشاف مذهل. شخص ما ترك الهواء يتسرب من هذا الإطار. بعد 24 ساعة من رؤية عائلة باتي لها على قيد الحياة،
وبطريقة جيدة في اجتماع عائلي ليلة يوم الميلاد، لا يمكن العثور على الأم البالغة من العمر 32 عاماً في أي مكان. كانت جي آر زوج بات المبعد آخر شخص معروف رآها في يوم الميلاد. قال إنها خرجت بغضب من المنزل بعد يوم متقلب من الجدال، لكن عائلة باتي تشعر بأن شيئاً ما خاطئ تماماً. لا يعتقدون أنها كانت ستترك أطفالها الثلاثة الصغار ولا تعود إلى منزلها. هؤلاء الأطفال الثلاثة هم حياتها، وهي ستصاب بالغضب بما يكفي لتغادر. هذا من سابع المستحيلات. جين عمة باتي تبدأ في إجراء مكالمات لمعرفة ما إذا كان أي شخص قد سمع أخباراً عن باتي منذ يوم الميلاد. تبدأ مع عائلة باتي المباشرة التي تعيش في جورجيا. تكتشف أن شقيقة باتي الأصغر تحدثت معها فعلاً يوم الميلاد. اتصلت بها في يوم الميلاد عند 10:30 بتوقيت تكساس. أجابت جي آر على الهاتف. تمنت له جيني يوم ميلاد سعيداً. قالت له إنها تحبه وطلبت التحدث إلى شقيقتها باتي. وضع باتي على الهاتف وكانت تبكي. قالت إنها مصابة بالزكام، لكنني أعرف الفرق، لذلك لم أستمر بالأمر. عاشت جيني سابقاً مع باتي وجي آر، وكانت مقربة جداً من عائلة شقيقتها. كان فعلاً شاباً لطيفاً، كانت علاقتنا جيدة وكان بمثابة أخي. طلبت منه أن يسلمني إلى عريسي خلال حفل زفافي عندما كبرت. لكن جيني كانت على علم بأن انفصال باتي وجي آر لم يكن سهلاً، لذلك عندما سمعت ثقل صوت شقيقتها في يوم الميلاد لم تستطع ألا تقلق. أكدت لي قبل أن ننهي المكالمة أن كل شيء على ما يرام، وكان هذا حديثنا الأخير. هذه المكالمة تجعل عائلتها أكثر قلقاً وإلحاحاً للحصول على إجابات. بعد يومين توجهت ابنتا عمة باتي بارب وكاثي إلى كويني إلكتريك صاحب عمل باتي، حيث كانت الحافلة مركونة منذ اليوم السابق. لكن عندما تتفقد الشقيقتان ما يعتقد أنه إطار مثقوب، ما تجدانه يغير قواعد اللعبة في البحث عن ابنة عمتهم. لو كانت تقود سيارتها وتعرضت لانفجار في الإطار لكانت هناك بعض الأضرار التي لحقت الإطارات والحافلة، ولكن كل شيء كان جيداً، كأن الإطار قد أفرغ وهو في مكانه. لاختبار نظريتهما يتم إعادة نفخ الإطار. كما تتوقعان يبقى الهواء داخله. كاتي ابنة عمة باتي تتصل مجدداً بالشرطة التي توافق الآن على فتح تحقيق قبل مرور فترة 72 ساعة. المحقق أدريان راميريز هو واحد من أول الأشخاص الذين فحصوا السيارة آنذاك في عام 96. لم يظهر أي ضرر في الإطار، لم يكن فيه أي نوع من التمزق، لم يكن عليه أي علامات، وذلك قادنا إلى الاعتقاد بأن شخصاً ما ترك الهواء يخرج من هذا الإطار. لا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لفريق التحقيق في موقع الجريمة لكي يستنتجوا بأن ما بين أيديهم هو أكثر بكثير من مجرد امرأة تركت عائلتها طوعاً. كانت الحافلة نظيفة للغاية مما لفت انتباهنا. بالنظر للآلية التي تستخدم مع ثلاثة أطفال تحت سن العاشرة، فإن هذه النظافة تدعو للقلق. بدأ أنه تم غسل الحافلة من الداخل بواسطة نوع من المنظفات أو الماء. كان هناك مياه فعلياً في الحافلة، وقد كان ماءً ملوناً. تم أخذ عينات من كل أجزاء الحافلة. اشتبهت الشرطة في أن يكون الماء الملون داخل الشاحنة ملوثاً بالدم، لذلك يقدمون عينات للاختبار إلى مختبر الطب الشرعي. بعد ذلك عمل المحققون على رفع البصمات، ويبدو أنه قد تم تنظيف السيارة، لكنهم يرفعون في نهاية المطاف مجموعة من البصمات التي لا تعود لباتي. بعد التحقق من السجلات المحلية والوطنية لا يتمكن المحققون من تحديد صاحب البصمات، في حين تشارك إدارة شرطة مقاطعة بكسار في معالجة حافلة باتي. تعمل جين، كاثي وبارب من دون توقف لتعبئة فريق بحث. في اليوم الأول جمعنا حسب ما أعتقد أكثر من 500 متطوع من خلال وسائل الإعلام المحلية. مع نهاية يوم الجمعة 27 من ديسمبر تجمع مئات الأشخاص في المكان الذي تم فيه العثور على حافلة باتي. توجهت بارب وأمها جين إلى منزل باتي للحصول على مواد شم من أجل كلاب البحث. أثناء وجودهما هناك تحظى ابنة عمة باتي بارب بلقاء قصير مع ابنة باتي. ركضت وعانقتني وكانت مستاءة جداً، فقلت لها لا بأس سنجد أمك.
فيما تدق عقارب الساعة، يتضح لبارب وجين أن فرص العثور على باتي على قيد الحياة تتلاشى بسرعة. تعودان إلى مقر البحث لتقديم مواد الشم. بعض الكلاب لديهم اشتمت شيئا باتجاه بركة هناك حيث تم العثور على حافلتها. يتبع المدرب كلبه فاب إلى بركة صغيرة يبلغ عرضها 15 مترا وعمقها متر. إنها مكان مخفي جيدا بعيدا عن الدرب الريفي. هل من الممكن أن يكون شخص ما تخلص من جثة باتي هنا بعد ترك سيارتها؟ لدينا فريق غوص ومساعدون آخرون من منظمات مختلفة، وقد أجريت عملية بحث في منطقة البركة. قمنا بسحب مياه البركة، لم يكن هناك شيء. بالرغم من أن البركة لا تقدم أدلة جديدة، إلا أن فريق البحث يوسع بحثه في المناطق المحيطة. يتم البحث في كل زاوية. جاء أشخاص لمساعدة عائلتنا، وجدنا الكثير من القمامة هناك، مكبات، مقالع، وأماكن لم تكن لتظن أنك قد تبحث فيها عن شخص ما يهمك أمره. الأحد في 29 من ديسمبر ينتهي البحث الرسمي عن أم الأطفال الثلاثة المفقودة. في مثل هكذا حالة عليك أن تفكر بعقل متفتح. نعتقد أنه شخص تعرفه باتي وكانت قريبة جدا منه. يعرف المحققون أن هناك رجلين مهمين جدا في حياة باتي، جي آر زوجها المبعد وجيري صديق باتي السابق الذي عاد الآن إلى حياتها. يبدأون أولا باستجواب جيري. تكتشف الشرطة أن جيري قاد سيارته بالقرب من منزل باتي في اليوم الذي فقدت فيه، عندما لم يكن من المفترض أن يلتقيا ببعضهما بعضا. كان هو وشقيقته يقودان، وقد سأل شقيقته إذا كان بإمكانهما أن يقودا بالقرب من منزل باتي. وفقا لعمة باتي، قال جيري إنه رأى حافلة باتي الصغيرة وشاحنة جي آر في الممر. كان الأطفال يلعبون في الفناء الأمامي. هل يمكن أن تكون رؤيته لعائلة فان مجتمعة بمناسبة العيد قد أصابته بالغيرة؟ تقول عائلة باتي إنه لا يمكن أن يكون جيري له علاقة في اختفاء باتي. سمعنا شائعات بأن باتي كانت قد قررت أن تتصالح مع جي آر، ولم يستطع جيري تحمل ذلك، لذلك قرر أن يتخلص منها. إنها فقط مجرد سيناريوهات مجنونة. فحقيقة أنه كان مع عائلته بأكملها طوال يوم الميلاد إلى حين حلول الليل، بعد وقت طويل من الساعة التي يفترض أن باتي غادرت حافلتها كما تعلمون، يفسد نوعاً ما تلك النظرية. أول شخص ساعدنا في البحث عنها كان جيري. تطوع للشرطة، من فضلك أعطني اختبار الكشف عن الكذب. كان معنا في كل عملية بحث تقريباً، وساعد في تمرير النشرات، ساعد كثيراً. ينفي جيري أن يكون له دور في اختفاء باتي. ينجح في اختبار كشف الكذب ولا يعطي أي سبب للشرطة للاعتقاد بأنه مشتبه به، لكن بسبب طبيعة علاقته بباتي من المستحيل استبعاده تماما. في نهاية المطاف، موته في حادث مأساوي سيجعل الشرطة تتساءل. لطالما اعتبر جيري كما أي شخص آخر شخص يثير الاهتمام. بينما يبحث المحققون بشكل أعمق في علاقة جيري وباتي، يبحثون في حدث وقع قبل أسبوعين فقط من فقدان باتي. هذا يجعلهم يقلقون من أن يكون هناك أشخاص أكثر من مجرد جي آر أو جيري قد يكون مستائين من باتي وقت اختفائها. وكان أحد أعضاء دار العبادة في لافيرنيا قد رأى باتي تتناول الغداء مع جاري في مطعم دير كوين، وهو مكان رومانسي. ثم نقل إلى رجل الدين أن باتي متزوجة، ولم يكن يعتقد أنه من المناسب لامرأة متزوجة أن تتناول الغداء مع رجل آخر غير زوجها. في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، حين كانت تتدرب مع مجموعة الغناء الشعبي، يتم التهكم بباتي علناً بسبب خياناتها الزوجية المزعومة. ثم نادى رجل الدين باتي خلال تمرين للجوقة في المساء أمام جميع الأعضاء، وقال لها إنها لا تستحق أن تمثل دار العبادة كعضو في مجموعة الغناء، وهذا جعل الموضوع يكبر ككرة الثلج في المجتمع. لم يكن لديها شيء تخفيه، لم تكن تعتقد أنها كذلك إلى أن نبذها دار العبادة.
كان هناك الكثير من الانقسام حسب ما فهمناه، وذهبت بعض الآراء إلى القول بأن هذا الصديق الذي اتخذته لم يكن فكرة جيدة لأنها كانت لا تزال متزوجة. هناك رأي آخر قال كانوا بالفعل في خضم الانفصال، كانوا ذاهبين نحو الطلاق. كانت هناك الكثير من الهجمات الشخصية على باتي، وهذا شيء اضطرت إلى أن تحاربه. بينما يواصل مئات المتطوعين السير في الحقول بحثاً عن أي علامة عن باتي، يشرف المحققون على مكان إقامة عائلة فون. كان آخر مكان شوهدت فيه باتي على قيد الحياة. وحدة مسرح الجريمة في إدارة عمدة مقاطعة بيكسار تزور جي آر فون في وقت لاحق من ذلك اليوم. أعطانا جيري الموافقة على التحقيق في مكان الإقامة. كل شيء بدأ طبيعياً، ثم فحصنا مناطق مختلفة من داخل مكان الإقامة. يشق فنيو الأدلة طريقهم داخل منزل فون للبحث عن غرفة نوم باتي وجي آر. وفقاً لجي آر، قضت باتي جزءاً كبيراً من بعد ظهر يوم الميلاد في غرفة النوم حيث كانت مستاءة. بدأت الاضطرابات العاطفية في وقت مبكر من صباح يوم الميلاد بعد وصول جي آر مباشرة. يقول إن الشجار بينه وبين زوجته بدأ بسبب علاقة باتي الجديدة مع صديقها القديم، وكيف كانت هذه العلاقة تتسرب إلى حياتها الأسرية. شعر أنه من الخطأ أن يتعرض أبناؤه لذلك بينما لم يكونا حتى مطلقين بعد. مع تصاعد حدة الشجار بين جي آر وباتي، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن استضافة أسرة فون لمناسبة يوم الميلاد لم تكن أفضل فكرة. عندما ظهرت شقيقة جي آر مارلين وابنها لتناول العشاء، قال لهما جي آر إن باتي ليست بخير، وطلب منهما أن يأخذا الأطفال إلى منزل شقيقته الصغرى لعشاء يوم الميلاد. عندما ذهب الأطفال مع عمتهم، ظلت باتي وجي آر في المنزل لوحدهما. نعتقد أن باتي وجيري كانا بحاجة إلى بعض الوقت للتحدث، وربما كانا على وشك العمل على حل بعض الأمور. ولكن وفقاً لجي آر، في هذه المرحلة تحولت الحجرة إلى حرب شاملة وبلغ ذروتها بتهديدات الطلاق. هددها بأنه مع ما كان يعرفه عنها بأنه ليس فقط سيسيطر على منزله بل سيستعيد أطفاله أيضاً ولن تراهم مجدداً. وفقاً لجي آر، كان هدفه هو أن يري باتي أنه يفكر بالأعمال وأنه قد حان الوقت لوقف عرض سلوك غير مناسب أمام أطفالهم. حسب الفرضية أمسكت محفظتها ومفاتيحها وغادرت، ولم يرى أحد أي من تلك الحاجيات. ليس هناك شهود يستطيعون أن يقولوا إنهم رأوا باتي تغادر مكان الإقامة هذا. يعتقد جي آر أن باتي وقعت ضحية لعملية قتل بعد أن غادرت المنزل. بعد 4 أيام يدخل فريق التحقيق في موقع الجريمة إلى غرفة نوم باتي وجي آر، واحدة من آخر الأماكن التي شوهدت فيها باتي قبل أن تختفي. يلاحظون العديد من البقع الملطخة على أرضية المشمع، فبدأوا في اختبارها باللومينول، وهي مادة كيميائية تستخدم للإشارة إلى وجود محتمل للدم. بعد نقلهم إلى حديقة منزل أحد الجيران، ينظر أعضاء عائلة باتي إلى الموضوع من بعيد. علمنا أنهم سيجرون اختبار لومينول، وكنا نريد أن نكون هناك في حال وجدوا شيئاً. لكن وفقاً للشرطة، شقيقة جي آر مارلين متواجدة داخل المنزل وتقاطع التحقيق بوابل من الأسئلة. في ذلك الوقت عندما قمنا لأول مرة بتفتيش مكان الإقامة، كان هناك نوع من التدخل من قبل الأخت وهي تحاول حماية شقيقها. بينما يقوم أحد الضباط بقيادة مارلين إلى خارج غرفة النوم، يستمر آخر باختبار اللومينول. ما يراه قد يكون دليلاً على حدوث شيء عنيف هناك. هناك نتائج إيجابية واضحة في غرفة النوم الرئيسية، الخزانة والحمام، لكن مع العلم أن اللومينول يكشف أيضاً عن أدوات التنظيف، فمن المستحيل القول إن كان دماً أو مبيضاً. لا يتفاعل اللومينول فقط مع الدم، بل يتفاعل أيضاً مع النحاس وغيرها من المواد الكيميائية مثل المبيض. لذلك هو أداة دقيقة لمساعدتك في البحث عن أي نوع من الأدلة البيولوجية. ثم وفقاً للشرطة، فأن مزيداً من اضطرابات شقيقة جي آر خلال فحص نتائج الإيجابية في الحمام دفعتهم إلى المغادرة. في اليوم التالي يعود فنيو الأدلة إلى المنطقة حيث كان اختبار اللومينول إيجابياً، ثم يتبعون درباً على أرضية غرفة النوم للكشف عن بضع قطرات من الدم.
يسفر فحص اللومينال لدلو وممسحة في المرآب عن نتائج إيجابية أيضاً. تم العثور على بعض أدلة الدم وراء لوح الحائط في غرفة النوم الرئيسية. كان من الصعب ألا نفكر في أن شيئاً فظيعاً حدث في ذلك المنزل، لكن المحققون لا يستطيعون التأكد. عليهم الآن إثبات أن الدم الموجود في الشاحنة وفي المنزل هو دم باتي. مع كمية صغيرة فقط مكتشفة من الدم، سيكون من الصعب إثبات أن جريمة قد ارتكبت. ما يجعل الأمر صعباً هنا أيضاً هو أنه ما لم يكن هناك كمية وفيرة من الدم في مسرح الجريمة، فهذا لا يعطيك المقدار الذي تحتاجه لاعتبار أن هناك شخصاً ميتاً. لا تحذر عائلة باتي في تقييمها للأدلة ضد جي آر. لم يتم تطويق المنزل كمشهد جريمة. عندما وجدوا الدم في المنزل والحافلة وتم فقدها، سمحوا للجي آر وشقيقته ميرلين في أن يكونا في المنزل أثناء تفتيشه، وهناك شيء ليس صائباً. التالي: تثور الشكوك عند تدفق المياه في أحد مواقع بناء جي آر. بعض العمال يسكبون الإسمنت وأرادوا منا أن نذهب بعيداً. أم يافعة من سكان تكساس، باتي فون، فقدت منذ 4 أيام، والشرطة لديها سبب محتمل لاعتبارها عملية قتل. دم وجد في كل من الحافلة وخلف لوح الحائط في غرفة نومها، مؤشر قوي للمحققين بأن باتي قد لاقت نهاية عنيفة. لكن في حين يبدو أن التحقيق في قضية اختفاء باتي بدأ يبلغ مرحلة مهمة، تظهر هناك مشكلة قضائية. على الرغم من أن الحافلة المهجورة كانت في مقاطعة بيكسار، إلا أن منزل ألفان ليس كذلك. بعد أسابيع فقط من فقدان باتي، تم تسليم القضية إلى المحقق السابق لقسم مقاطعة ويلسون، الشرف جون مارتينيز. بعد مراجعة تفاصيل التحقيق، يطلب التحدث إلى جي آر فون. استغرقت المقابلة 4 ساعات. كانت مقابلة فيها الكثير من المد والجزر، الكثير من التناقضات والفراغات. خلال فترة المقابلة لم أكن مقتنعاً بأي من إجاباته. أصبح واضحاً بالنسبة إلى جي آر أن الناس بدأوا يشيرون إليه بالأصبع باعتباره السبب وراء اختفاء زوجته، ويقول إنه ليس لديه أي فكرة عن سبب وجود دم في الشاحنة، بما أن كل ما حدث لباتي حصل بعد أن خرجت من المنزل ليلة الميلاد. أما بالنسبة إلى الدم في غرفة النوم فليس لديه فكرة من أين جاء. بعد ذلك بفترة استعان بمحام وطلب منه عدم الإدلاء بأي بيان آخر، ثم اقترح عليه أن يقوم باختبار الكذب لكنه رفض. مع العلم أنه قد يكون القريب الوحيد الباقي على قيد الحياة، يقول جي آر إنه يشعر أنه يجب أن يحمي نفسه بأي ثمن. أقول إن جيري كان واحداً من الأشخاص الرئيسيين المشتبه بهم، وكنا سنحتاج إلى قدر كبير من التفسير فيما يتعلق بالأسئلة التي لدينا بشأن الحادث الذي حصل يوم الميلاد. لم يضطر جي آر إلى شرح شيء، فهو من حدد القواعد. لم يكن هناك تفسير لسبب تنظيف الحافلة أو وجود الدم في كلا المسرحين. على الرغم من أن معظم الناس المتصلين بالقضية يعتقدون أن الاختبارات سوف تتحقق من وجود دم باتي، وفي الوقت نفسه وبدون أي أدلة قوية ضد جي آر، لا يمكن للشرطة أن تسميه مشتبها به. ولكن مع استمرار التحقيق يتلقون معلومة تجعلهم مفعمين بالشك. قبل يومين من اختفاء باتي يبتكر خطة لإخلاء شقته، وفي رسالة مؤرخة في 23 ديسمبر يطلب جي آر من صاحب العقار فسخ عقد الإيجار، على الرغم من قوله للشرطة إنه فعل ذلك لأن المنطقة أشعرته بعدم الأمان، إلا أن توقيت الرسالة يجعلهم يشككون في أفعاله. عاد في اليوم الذي اختفت فيه باتي، وبعد 3 أيام تغير صوتها على البريد الصوتي وأصبحت ملابسه في الخزانة. يقول جي آر إنه لم يخطط للعودة إلى منزل الأسرة في 25 ديسمبر،
فالمعركة الساخنة بينه وبين زوجته هي التي دفعته إلى الحد الأقصى. بحسب الفرضية، بعد أن خرجت غاضبة بسبب جدال في ليلة الميلاد، طلبت اختصاصي لتغيير الأقفال. أصر جي آر على موقفه وكان سيعمد إلى استعادة بيته وأطفاله. بعد أكثر من 3 أشهر على اختفاء باتي، حصلت الشرطة أخيراً على نتائج الاختبار التي تؤكد أن الدم الذي وجد في كل من الحافلة والمنزل تم تحديده على أنه يعود لباتي، ولكن هذا لا يزال غير كافٍ لتوجيه الاتهام. ليس هناك جثة وليس هناك دليل يربط بين الاثنين، من الصعب جداً تقديم ذلك إلى هيئة المحلفين. ومع ذلك فأن سلوك جي آر غير المتعاون يبقي العائلة والمحققين في حالة تأهب قصوى. لم يسمح لنا بالعودة إلى المنزل ولا برؤية الأطفال. لم يسمح أيضاً باستجواب الأطفال سواء حصل في المدرسة أو في مكان الصلاة. أوضح والدهم عندما حضروا درس الدين بأنه كان موجوداً هناك، وكوني محققاً هذا يشير إلى وجود مشكلة. لكن جي آر يقول إن الشرطة لم تطالب باستجواب الأطفال، وقد قطع الاتصال مع بعض أفراد عائلة باتي لأنه يدرك أنهم يعتقدون أنه أذاها. لم يغادر المنزل ورفض مساعدتنا في البحث. كانت جي آر يسعى لحث أعضاء من فرق البحث للاتصال به وإعلامه بالمستجدات. أين تبحثون؟ كم من الوقت ستبقون هناك؟ أين ستبحثون غدا؟ كنت لتعتقد أن الشخص سيكون أكثر انخراطا في البحث، فإن كل شخص يتفاعل بشكل مختلف، البعض سيساعد والبعض الآخر سيقرر البقاء بعيداً والسماح للسلطات بالقيام بالأمر. وفقاً للجي آر، لقد نصحه ضابط شرطة بالبقاء بعيداً عن عمليات البحث، فإذا تم العثور على أي شيء مرتبط بباتي لا يريد أن يتواجد حمضه النووي في أي مكان بالقرب من مسرح الجريمة. ومع استمرار التحقيق يجب أن يبقى عقل الشرطة متيقظاً. يواصلون استجواب الأشخاص الذين عرفتهم باتي وملاحقة كل خيار محتمل. إحدى الخيارات التي استلمناها كانت إمكانية وجود الجثة في خزان للصرف الصحي على العقار. حصلنا على أمر التفتيش، وهو أمر بحث عن الأدلة في الممتلكات، وبعد البحث تحدثنا مع الجيران، ولكن لم يسمع أحد بشيء ولم يرى أحد شيئا. ولكن بعد أسابيع من اختفاء باتي برز طرف واحد بين البقية، مكالمة جاءت لتشير إلى مدرسة ابتدائية يجري بناؤها خلال عطلة العيد على بعد 72 كيلومتراً من لافيرنيا، وكان المشرف على موقع البناء هو جي آر فون. تلقى مكتبنا معلومات تفيد بأن السيد فون كان مقاولاً، وشعروا بالشك حول بعض الأعمال التي يجري إجراؤها في نفس الإطار الزمني تقريباً الذي جاء فيه تقرير الأشخاص المفقودين. اكتشفنا أين كان موقع عمل جي آر، وعندما ذهبنا إلى هناك كان هناك بعض العمال الذين تم توظيفهم من قبل جي آر، كانوا يصبون الإسمنت وأرادوا منا أن نذهب. تحدثنا إلى 2 من الموظفين الذين قالوا إن جي آر فعل شيئاً خارج العادة بالنسبة له، وقال إنه سيشرف على شاحنات الإسمنت في مناطق معينة بينما تصب الإسمنت. كانت المعلومات تفيد بأن السيدة فون قد تكون داخل بلاطة إسمنت، لأن صب الإسمنت في إطار زمني معين وتاريخ معين كان غريباً. ينفي جي آر هذه الادعاءات ويقول إن مواعيد الصب تم تحديدها سلفاً وتنفيذها كما كان مقرراً. بعدما يقارب 4 أشهر على اكتشاف عائلة باتي لموقع البناء المدرسي، يجلب المحققون فريق جوالة تكساس وفريقاً من دالاس لاستخدام رادار الاختراق الأرضي، يتحققون من وجود أي عيوب في الإسمنت، وبالفعل يعثرون عليها. أحدثنا ثقوباً في الإسمنت، وكان لدي كلب بوليسي، وفي الوقت نفسه لم يقم الكلب بالتنبيه إلى أي رائحة مشبوهة، فتبين آنذاك أن البحث لم يكن حاسماً. عائلة باتي ليست مقتنعة بأن البحث كان دقيقاً، هم يعتقدون أن هناك فرصة للعثور على جثة باتي هناك. لن تدمر مشروعاً بقيمة مليارات الدولارات دفعت ثمنه المقاطعة والمواطنون بغض النظر عن عدد الجثث التي قد تكون قد دفنت هنا.
بعد عملية البحث في مدرسة بلازنتون تبرد قضية الأم المفقودة. بعد مرور 8 سنوات على فقدان باتي، يتقدم جي آر بطلب شهادة وفاتها. يقول جي آر إنه أعلن وفاة باتي لأنه بحلول ذلك الوقت كان مسموحا له وفق القانون أن يقوم بذلك، ولكن عندما تكتشف عائلة باتي الأمر يشعر أفرادها بالانهيار ويتقدمون بدعوى بالقتل الخطأ ضد جي آر. على المحك دفع تعويضات بوليسة التأمين على الحياة. في 8 ديسمبر 2005 يتم صرف القضية، إلا أن هذه الهزيمة لا تمنع عائلة باتي من البحث عنها، فقد واصلوا متابعة كل مسار على حسابهم الخاص. كان بحثنا الأخير يقضي بحفر جزء من حقل كان سيستخدم كمقبرة، وكانت المعلومة تقول بأن الأرض قد تم تأجيرها من قبل شركة البناء التي يعمل لأجلها جي آر لتفريغ كل فائض مثل الإسمنت والقمامة. سوف نجدها وسوف نعرف ماذا حدث لها، ولن نيأس أبداً. المحقق أدريان وشريكه لديهما الحماس نفسه لحل قضية اختفاء باتي. الآن بعد أن أصبحا محققين في قضايا قتل قديمة، ورث الثنائي القضية عام 2007 عندما تمت إعادتها إلى مقاطعة بيكسار. سوف نواصل العمل، سنستمر من أجل أطفال باتي وأحبائها، سنقوم بحل هذه القضية. وفي الوقت نفسه يقول جي آر إنه من خلال التركيز عليه باعتباره قاتل باتي، سلك التحقيق في اختفاء زوجته منعطفا خاطئا من البداية، سامحا للقاتل الحقيقي أن ينجو بفعلته. على الرغم من الخلاف الذي سببه اختفاء باتي، يمكن لجي آر وأسرة باتي الاتفاق على حقيقة واحدة: هم جميعا يستحقون معرفة لماذا سلبت منهم باتي في يوم العيد المصيري هذا. قد لا نعرف الإجابة أبداً، ولكن لن يكون السبب عدم المحاولة من قبلنا، لأن باتي تستحق أكثر من ذلك. كانت شخصاً جيداً، أم طيبة، ابنة أخ طيبة، ابنة عم، صديقة. باتي هي التي أبقت الجميع معاً، أرادت فقط أن تجعل الجميع سعداء، فعلت ذلك حقاً. كان في داخلها الكثير من الضياء والكثير لتعطيه، ولا أستطيع تخيل كيف كانت حياتها لتكون لو سمح لها بالعيش.